أعراض إيذاء الذات. باي اكزومبل يعضل الكور تاعو، يعضل يديه. يأذي نفسه يعني. يأذي نفسه، إيذاء الذات. يعضل الكور تاعو، يعضل يديه، يخبط راسه في الحيط، يبكي بكاء غريب وبكاء شديد، نوبات غضب غير معروف السبب، الضحك الهستيري ثاني. هذه قبل 3 سنوات في هذيك الفترة. هذيك الفترة كامل تبان عليها الأعراض. دوران حول النفس بصفة غريبة، يبقى غير يدور النهار كامل ما يغلبش يعني خلاص. تصرفات ماشي نورمال، ماشي طبيعية. نعم. كذلك نقص في التفاعل، نقص في التواصل. يكون عنده باغ اكزومبل نقص في التواصل البصري ولا النظرة الجانبية. كان النظرة الجانبية من الصفات اللي تميز الأطفال المتوحدين. كذلك نقص في التفاعل مع أقرانه، ما يعرفش كيما نقولوا كي نحطوا لهم مجموعه من الالعاب باش يلعبوا، ما يعرفش الدور تاعو، ما يعرفش هاللعبه كيفاه راح يلعب بها، ما يعرفش المحيطين به، عايش في عالم الخاص به. المتوحد هو طفل عايش في العالم الخاص به. كذلك نتف الشعر من الاعراض اللي تظهر في ايذاء الذات، استعمال الوسائل الحاده في ايذاء النفس، تكرار كلمات ومقاطع غريبة غير مفهومة. هذا كامل نقص التركيز والانتباه، هذا كامل مجموعة من الأعراض اللي تبين باللي الطفل متوحد. كاينة حاجة ثانية نضيفها كإضافة، عندنا النمطية، هي الصفة المميزة للمتوحدين. وش معناتها النمطية؟ اسمها يكرر هذاك الفعل بطريقة سريعة وبطريقة شديدة. نجيب مثلا نهار كامل هو يكرر في هذاك السلوك. باغ اكزومبل من بين الافعال ولا السلوكات النمطيه الرفرفه. المشي على اصابع الاقدام، دوران حول النفس. ولا التمسك بلعبه، تكون مثلا يكون عنده مثلا كاميون، نهار كامل هو يلعب بهذاك الكاميون بدون ملل. ما يقبلش التغيير. يتمسك بهذيك الحاجه الخاصه به.